ومن ولاها أيها الإخوة الكرام. النهاردة جماعة الخير ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم ومع المعلومات الدينية القيمة. النهاردة معنا معلومة يحتاجها كثير من الناس. المرأة المتزوجة التي يتأخر عليها الحمل أو المرأة التي تريد أن تحمل بذكر. النهاردة العنوان آيات من القرآن للحمل بولد بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا يا جماعة الخير يعني زي ما بنسمع حتى في الطب أكلات معينة للجنين يكون ذكر، أكلات معينة للجنين يكون أنثى، وبنسمع الكلام ده وبنتقبله عادي جدا، وأنا لا أنكره سواء إذا كان صح أو خطأ، ده مش موضوعي وليس تخصصي ولذلك أنا لا أبدي فيه رأيي، لكن مفيش أفضل ولا أساس إن أحد مثلا يقدر ينكر علينا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى للقرآن الكريم. ومعنا آيات يعني كثيرة جدا، قصة سيدنا يونس وإن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الولد بعد ما شاب شعره وامرأته كانت عاقر، معانا في القرآن الكريم قصص كثيرة جدا، فاللجوء للقرآن ما فيش أفضل منه. هذه الآية يعني الله سبحانه وتعالى يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهذه الآية سبحان الله العظيم حينما تقرأها أيا كانت نيتك سوف يعطيك الله تبارك وتعالى ما تريد بإذن الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.